امبارح كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من شهداء الشرطة ومنحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق، وده كان طبعا خلال الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وده كان موجود في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة. خلال الاحتفال كرم عدد كبير من أهالي الشهداء اللي ضحوا طبعا أبنائهم بأرواحهم علشان بلدنا تكمل وتعيش زي ما اتكلمنا في البداية. الحقيقة دي أقل حاجة نقدر نقدمها لأهالينا ولناسنا، وأقل حاجة نقدر يعني نقدمها ونتكلم عنها طول الوقت ونسجل باسمهم يعني هذا الشرف، لأنهم قدروا يقدموا كل ده للوطن. خلينا نروح مزيد من التفاصيل ونتذكر مع سيادة اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير أستاذة شفكي، تحياتي لسيادتك ولجميع مشاهدينك، واسمحي لي بداية بس أنا بقدم باقة ورد لفخامة السيد الرئيس. طبعا. بشكره على كلماته الرقيقة ورسائله الجميلة لأبنائنا من الشرطة ولكل المواطنين، وله كل تحية وكل تقدير. أكيد. ثانيا اسمحي لي أيضا بوجه تحية تقدير ومعزة لأسر الشهداء. الشهداء اللي هم ضحوا بدمائهم في سبيل أن يستمر هذا الوطن خامخ. وايضا بنقول لابنائنا من الشرطه واخواننا كل سنه وانتم طيبين، وللشعب المصري كل تحيه وكل تقدير. اكيد، واحنا بالتالي كمان بنسجل مع حضرتك كل الامتنان والشكر لاهالي الشهداء وكل الامتنان والشكر لكل الشرطه المصريه تماما. سياده اللواء اشرف امين مساعد وزير الداخليه الاسبق، اشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيب كمان.